الاخر تصريح لوزير النقل انه انا خديته بطريقه ايجابيه لانه طرق الموضوع مهم اللي هو اننا خصنا نفتحوا حوار مع جميع المتداخلين في هذا القطاع هذا. حنا من جهتنا حنا مستعدين وشغالين على 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 مشروع اننا طاوله مستديره في جميع المتداخلين باش نلقاو صيغه ملائمه للواقع المغربي. هذا النوع من مواصلات نجاح في بلدان اخرى فيمكن لنا ناخذوهم كمثال ونادابتيوه ولا نقادوا صيغه ملائمه للواقع المغربي. فهذا ايجابي. فكنعرفوا ان المغرب مقبل على تظاهرات كبيره، فكنظن اننا حان الوقت اننا نمشيو في نفس المسار. المدن الكبرى في توسع كبير، عندنا مواصلات الحمد لله اللي في المستوى الباسواي تراموي، العمل الجبار اللي قاموا به سائقي تاكسيات الاجره الكبيره والصغيره. فاحنا هنا ماشي باش نعوضوا شي نوع من النقل، فان حنا كنزيو هنا غير كنضيفوا اضافه للنقل اللي هو موجود بعمل تشاركي بطبيعه الحال من جميع المتداخلين في قطاع النقل في المغرب. حنا خدامين كيف ما قلت لك على واحد مشروع اننا نجلسوا مع جميع المتداخلين. حنا من جهتنا كانوا اتصالات مباشره وحنا مازال شغالين مع الجهات المختصه باش نكملوا في هذا ولا نجهزوا الاليات اللي يمكن لنا بها يكون عندنا قانون اللي كيأطر هذا النوع من المواصلات في المغرب.